بكم في الكانتي ديال اليوم الغد. تيغان ديال البومان لومان لاندي، الكورسة الرابعة رينيو ان، تقريبا مع الواحدة الا 10 دقائق ديال الكورسة. الكورسة الخوت هاد الكورسة غتكون فيها الاوتسايدرات، لان لي زوتسايدر غادي يكونوا حاضرين غدا الخوت. فيها تقريبا 10 ديال الخيول في البروميير بوطو، 10 ديال الخيول و5 ديال الخيول في الدوزيام بوطو، ولا ديستونس صغيرة. لا ديستونس صغيرة هذا يدل على ان الدوزيام بوطو يقدر يبان فيه الخوت واحد او لا جوج، الماكسيمو واحد جوج، والمينيمو يطلع واحد، ولا كانوا غيلوتوها راه ما يطلع حتى واحد، كانوا غيلوتوها يطلع حتى واحد. على كل حال الخوت توزيام بوطو فيه الأونز ديال لي سي تنظن أونز أو لا أوتسايدر أو ديال الريكلامي داخل الكانتي، وكاين دوز عود فيري تا هو غادي يمشي أوتسايدر، وكاين الكاتورز هاد العود جاري في التيران في الرونداج دار نو بلاسي ديال بلاكي، وكاين الكنز كلي برا وباتريس تيري. باتريس تيري الخوت مدخل كما كنقولوا عصابة، مدخل الكات ومدخل الويت ومدخل الديس، وفرانك مارتي مدخل التريز والكاتورز، مدخل جوج ديال الخيول التريز والكاتورز. باتريس تيري مدخل تقريبا 5 أو 4، مدخل 4 و8 و10 و15. غادي تكون بيناتهم ضروري غيدخل باتريس تيري غيدخل لي شوبو، وتنظن مارتي يقدر يدخل شي عاود فادو التريز ولا الكاتورز. على كل حال الخوت الحصة الأسد غيديها بروميير بوطو بدون مناقشة، وتنظن في الاعتقاد ديالي التيرسي غيكون في البروميير بوطو، يعني البروميير بوطو في 10 ديال الخيول، يعني التيرسي غيكون تم. لي فافوري كاينين في البروميير بوطو مدخلين معاهم الكاتورز هو فافوري. ديرنيير مينيت رقم جوج خيول ديال ديبوا جون ايتيان ديبوا، تقريبا هاد جون ايتيان ديبوا تقريبا هو سيد ديال فرنسا كما كنقولوا في الايام ديالو ملي كان تدخل الخيول. دابا تنظن ان جون ايتيان ديبوا بحال ما بقاش كيدخل الخيول بزاف، لانه كانت عنده الخيول ديالو ما كانش كيبان قدامه، لا غاراتو لا فيليب الير لا اف سولاي فابريس سولاي لا والو، كان هذا هو سيد ديال الاخص الفانسن او لك في اي تيرانات. تنظن ان جون ايتيان دوبوا عنده الدو غدا، وكان تالي بري داميريك بالخيول ديالو، كان عنده كويكيرجيت، كويكيرجيت اللي كان تال بري داميريك غانيو، كان تاع غانيو وكان اوتسايدر. المهم الخوت حنا مره كنلقاو نهضروا شويه، ربما كاينين الناس اللي تي. على كل حال الخوت بلي رابيد 12 والكنز والكاتورز، يعني الكروني ميرو الخيول اللي في الرونداج هي البلي رابيد، وكاين تو والنف اكستريم دي بوا الخيول ديال الفوي تا هو دخل في البلي رابيد. عاود فيري عاود نظن العود فيري غانيو فيري في البروميير بوطو ايغال. فوي عنده اخر كورسة وقيلة غانيو، غادي يمشيو الباسي وعاد نرجعو، نمشيو الباسي عاد نرجعو الباسي 4 ديال الخيل في البروميير بوطو، وعاود في الريكيل. باتريس تيري جاب 2 ديال الخيول 4ème 5ème، جا واحد في البروميير بوطو وتقريبا ديفيراج ديال كاتر بي، يعني الخيول اللي مديفيريا كاتر بي تنظن هي اللي عندها الحق.
ضربات 11 4 9 12 13، يعني الجرون نيميرو ولكن في البروميير بوطو، الجرون نيميرو في البروميير بوطو جات معاهم الربعه. حنا غادي نمشيو لدوك الخيول وكنتمنى توفقوا. هذه هي الكوت اللي كانت ضربات مول 23 مول 53 مول 2 مول 7 و15. هذا هو البري ديال غدا، هذا الباسي، هذا هو الباسي. غادي نشوفوا الباسي شحال من عاود كان فيه، كان فيه تقريبا 13 عاود او 14 عاود، 14 عاود، وكان معاهم فاكير ميريتي، الخوت فاكير ميريتي دار ويتيام العام اللي داز، فاكير ميريتي دار ويتيام على نمره 14، مشى عليه مارتي هو اللي كان مشى عليه فاكير ميريتي. يعني صعيب 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 الرونداج، الا بان هما كانوا تقريبا غير جوج الخيول اللي كانوا في الرونداج، جا واحد فاكير ميريتي دار ويتيام وديسكي اللي فاو ثلاثه، يعني بقاو من موراه غير ثلاثه، بقى غير هو الاخر معاهم الناف والديس والاونز، اولا بقى معاهم الاول ويت والدو. فاكير ميريتي دابا كان مديفيري كاتر بي حيت صفايح، دابا مركب غير البلاكي. يقدر هاد فاكير ميريتي الكاتورز ديال غدا يقدر يخسر، هو عاطينو تقريبا هو لي فافوري، هو لي فافوري. على كل حال كانوا جوج في الرونداج جا واحد، هنا عاطين خمسة الخيل في الرونداج، غادي يجيو جوج نورمالمون، غادي يجيو جوج ما بين 13 و 14 و 15. هادي في حالة ما لا كان غيجي الرونداج، وانا كنفضل 15 كلايد برا وعاود ديال باتريس ديغي، تنظن هو اللي ممكن يجي، ممكن يجي 15. لكم الاختيار الخوت في الدوزيام بوطو، تنظن ان 11 12 ما غاداش تعلق، كيبقى القضية في 13 و 14 و 15، ربما باتريس ديغي عاود في المستوى 15 عاود صحيح، يقدر يحيد ديك 25 متر ويدخل معهم لي 5 برومي. كما كتشوفوا ال 14 دابا مديفيري دير هي البلاكي، وكان مديفيري كاتر بي العام اللي داز، ربما يكون اون فورم، ربما المهم اللي غيلعب مثلا راه غادي ياخذ من تما. ودابا غادي نمشيو للبروميير بوطو، البلوريش ديال البروميير بوطو. الناف تقريبا العود الوحيد اللي فيري مركب الصفايح وما ودوز، غانيو دخل في البلي رابيد ايغال، هو الاخر في البلي رابيد والديرنيير سوكسي هو الناف ودو. غادي ناخذ الخيول ديال جون ايتيان دي بوا، هاد العود راه ديال جون ايتيان دي بوا الرقم جوج، لا كازاك بلو، لونترينور هو اريك بريدون، الملكه للخيول، لوريجين ديال تيموكو دو الاريفي دو 5 باي. هاد العود ديال جيرمو نيسكانن، جيرمو نيسكانن اونترينور فنلندي، العود اصلا جاري في السويد في الهالمستاد، وجاي للكانتي وعندو الكانتي سانكيان في الأونغان، فافوري لوجيك، فافوري لوجيك، جاري في الغازو داير غانيو وجاري في الفانسن داير غانيو. غنحطو جوج ديال الخيول فافوريين، خمسة جوج تيبقاو اخوتي الناف والكاتورز، حيت انا نورمالمو ما غاديش نهز الخيول كاملة. الناف كاتورز راه باينة، ثلاثة الاولين السانك والناف والكاتورز، الا كنت غادي نهز غير لي فافوري راه بنادم بلا ما غيتفرج في الفيديو غيتسنى تا تيضربو الطابلو وغياخد لي فافوري
الفافوري وخوه، الفافوري وخوه، الفافوري وخوه، وغيلعب بلا ما غيتبرزل. انا كنقلبو على التوكار، التوكار غيكون هنا الخوت، التوكار غيكون هنا العشرة والربعة والستة والسبعة والثلاثة، لا غير، هنا التوكار العشرة والربعة والستة والسبعة والثلاثة، هنا الأوتسايدر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، خمسة الخيل في الأوتسايدر، كاين فيهم الدق، لأنك كما كتشوفو شفتو الباسي، الباسي راكم شفتوه، العشرة والربعة والسبعة والستة والثلاثة، هادو هما الأوتسايدر ديال الكورس، خمسة الخيل، غادي نديطاييوهم، خدينا الخمسة والجوج والخمسطاش. الويت كان غيمشي اوتسايدر تا هو يدخل معنا في راكب عليه سيدريك تيغي، الويت على كل حال الويت ديال سيدريك تيغي عنده الخيول، قدر يدخل جوج ديال الخيول، هاد العود تيجري في ليكازون، تيجري في الصابل، تيجري في كل شيء، ليو لا سوا سيزيام ان 14 2600 في الفانسن في بوردو كاتريام، الويت تبقى ممكن رقم 8. غادي نمشيو الخوت عند الرقم 7 حيت تما كاين الاوتسايدر، تما الخوت كاين الاوتسايدر. هاد العود هذا اخر كورسة في التيران، في التيران ك 5 ان 14 فلوتو ستار، ان 14 فلوتو ستار، كان راه مشا هما تنظن مشا هما ودوه اسبيريتو سانتو. هاد الكورسة عقلت عليها وديتها في الجيم لي، وكان على نمرة 14 وكان ربح بسهولة. هاد الدو هذا كان غير مرشح، العود ما كانش مرشح وربح بسهولة، كان ديسكاليفا معهم كايمان دو كوتريس ستيفان باسكي. غادي نشوفو هاد كايمان هو الرقم 4 وجا كايمان دو كوتريس، ما يمكنش العود دار معاهم ديسكاليفي وما حطوش لي ديسكاليفيكاسيون، اخر كورسة ديسكاليفي، ما حطوش لي ديسكاليفيكاسيون في لا ميوزيك ديالو. اخر كورسة غانيو والديسكاليفي ما حطوهاش. داروا ليه نو بلاسي، او لا هو اصلا وقيله دار نو بلاسي. على كل حال الخوت ما غاديش ناخذوا هذا الرقم 4، غادي نمشيو عند الرقم 3 كخاك دو فورجان. العود ريكلامي، عود تيدير ريكلامي و اتونسيون ملي شوفو ريكلامي، ولكن انا ما غاديش ناخذو، مي فيت اتونسيون ملي شوفو دو ريكلامي. غادي نمشيو عند الرقم 6 6 لاكون دي فيلي 4 بي ريكلامي، غالبا اللي تير فيه سيهربو من اللي شوفو ريكلامي. اغلو باساج ان 12 ان 15، اغلو باساج ان 15. المهم الخوت الاوتسايدرات راه غادي يكون هنايا ما بين العشرة والسبعة، تنظن تا هو ديال باتريس تيغي ريكلامي، اللي شوفو ريكلامي. ما غنطولش عليكم الخوت، كما كتشوفوا الجوج والخمسة والخمسطاش غادي ناخدوهم، وغادي نزيدو الرقم 8 هي 4 ديال الخيول، 4 ديال الخيول، وغادي نزيدو قلنا الجوج والخمسة والخمسطاش والثمانية،
إلا خدينا الويت ربما نستبعدوا العشرة، لأن العشرة كوغي مع الويت. غادي ناخدو السبعة، غنزيدو داك السبعة، هي خمسة ديال الخيول، وربما عاود في الدوزيام بوطو يا إما الطريز يا إما الكاتورز، هي ستة ديال الخيول. وغادي نزيد الخوت عاود واحد في الاعتقاد ديالي، ربما يكون هو الكورسا، حتى الناف هذا الخوت اللي راه أبار الناف، الناف ما كجراش كلشي تيشوفو. الناف اكستريم دي فوا هاد الجوكر هذا، الا عنده العود راه كيجيبو، العود الا كان صحيح راه غادي يدخلو. مي فيت اتونسيو في البروميير بوطو. وخوتي ان شاء الله غادي نزيد نديطاي الكورسه، وان شاء الله الخوت في اللايف مع 11 ونص غتلقاوني موجد الخيول. المهم الخوت تحياتي لكم ومع السلامه في فيديو قادم ان شاء الله.